السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار الرياضة ومشاهير. أهلا بكم. دير أختي الصغيرة تشير، ما عنديش علاقة بي أنا، وحل طنوبيل بحل ما هكا وهز سويرت. قلت لي أشرف، خليته هنا واقف. أشرف أردك سويرت هنا داك الطنوبيل، غيجي غيسولك السلام عليكم. أنا حقنا دابا بغينا حقنا. علاش يهدي يديرنا بحال ما كان قدام الناس؟ بقينا تنوبش بصورتنا بحال ما مزيانينش، بحال تهمنا احنا ما مزيانينش. نقطع انا عنقي نتحر ونصيفطو هو. انا غنموت دابا، غنتحر وغنمشي فيها هو. دابا غنقطع عنقي زيدوا غنجبدهم. أدانت ابتدائية الدار البيضاء مؤخرا اليوتيوبر المغربية الشهيرة بلقب أم هاب بالحبس النافذ بتهمة إهانة رجال الدرك وعدم الامتثال. حسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن زجرية عين سبع قررت حبس أم هاب شهرين نافذة مع أداء غرامة مالية. أشارت المصادر ذاتها إلى أن وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء كان قد قرر قبل شهر إيداع مهاب المركب السجن عين سبع كشا رهن التحقيق في الاتهامات المنسوبة لها. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل شهر مقطع فيديو تظهر من خلاله المسمات أم مهاب وهي تتطاول على رجل دركي وتقوم بتوجيه السباب لهم رفقة شقيقتها التي هددت بالانتحار في حالة استمرت العناصر في القيام بمهامها في تحرير مخالفة مرورية. ولقي الفيديو استهجان مواقع التواصل الاجتماعي الذين طلبوا إلى تدخل السلطات وتوقف المعنية بالأمر بسبب طيشها وابتلائها على عناصر الدرك الملكية وإهانتهم أثناء مزاولة عملهم، وهو ما تم بعد فتح تحقيق مع المتهم وشقيقتها وإدانتهن بالسجن النافذ. السلام عليكم أختي أم هاب، نتمنى إن شاء الله تكون بخير وعلى خير وإن شاء الله ربي يطلق صراحك. غادي نقول لك أختي أم هاب، انا ماشي نجي ضدك وماشي نجي معك. الخطا الوحيد اللي ارتكبتيه هو فاش بديتي تصوري الفيديو، تما ارتكبتي واحد الخطا كبير. علاش؟ فإلا كان غلط الدركي ما تجبديش التليفون ديالك وتصوري وتوثقي وتشاركي القضيه ديالك اللي كانت قضيه ما بينك وبين الدركي. انت رديتيها واحد القضيه ديال راي عام والناس تشاهدها وغادي الناس تعلق الفيديو بعد ما شاهدوه. لحقاش انت كنت مفعلة بزاف، لكل القضية ديالك خليتيها بينك وبين الدركي، حتى الا ما تفهمتيش ما بين هذاك الدركي اللي كان مثلا في البراج ولا كان شد الرادار، غادي يجي مثلا الشاف ديالو ديال قائد قيادة سرية ديال الدركي ياك، وغادي يقول لكم شنو هو المشكل، وغادي يقول لك اختي روحي هنايا يعني نحلوا هذا المشكل. غادي تحلوه بينك وبين الدركي وتصدقي انت يا دارك سميتو حل القضيه ديالك بكل سهوله، ما تضرب فيها حبس لا والو. غادي تصدقي انت حل هذاك المشكل ديالك بينك وبين هذاك الدركي وتصدقوا متسامحين. واحد القضيه اخرى اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس، ان القانون تبدل. علاش؟ ان الكثير من الناس فاش كتوقع له شي مشكلة كيجيب التليفون وكيشاركها مع المتابعين ديالو، سيرتو إلا كان عنده متابعين. خصكو تعرفوا بلي أن هذيك فاش كتجيب التليفون وكتصور، بلي أن هذيك القضية ديال التصوير راه غادي ترجع ضدك، يعني بكسميتو بشي حاجة اللي خايبة، لأن التصوير ممنوع، منعوه التصوير. التصوير ممنوع سواء تصوير تسجيل صوتي أو تسجيل بالصوت والصورة، ممنوع أنك تصور. غادي نعطيكم واحد المثال اخر. هذاك مول الطاكسي اللي كنزل بالطاكسي ديالو بقى تابع هذاك الدركي وبقى كيصور فيه بالتليفون، واش المنع طاو الحبس؟ واش لهذاك الدركي ولا هذاك اللي كان يصور؟ هذاك اللي كان يصور راه مشى للسجن. راه ممنوع تصور اخوتي. الانسان الا وقعت له شي مشكله يحلها بينه وبين راسه، حتى الا كان فيه البليه ديال التصوير وبغى يشارك القضيه ديالو وعرف راسه بلي مظلوم، راه واخا تكون مظلوم وتصور هذاك راه غادي ترجع عليك هذيك القضيه، هذيك القضيه ديال التصوير يعني ترجع عليك بالضبط. وصحابك انت راه غادي توثق هذاك الشيء باش كوم بلي ان بروف امام المحكمه. لا راه ماشي هكاك، الانسان كاع الا تورط وبغى يصور راسه، حتى الا بان شي واحد شي دركي موراه ولا هذاك، كوم بلي انك كنت تصور راسك ما كنت تصور الدركي، وشارك القضيه ديالك راه حتى واحد ما يمنعك. ولكن باش تجي التليفون تبقى تصور في الدرك الملك ولا تصور في البوليس ولا تصور في الادارات ولا هذاك، راه غادي هذه القضيه راه غادي ترجع لك بالضبط. انا هذه فقط نصيحه يعني، ونصيحه للناس
اللي نتمنى ان شاء الله يوقع لهم على الخير، انا لا تحطوا في شي قضيه مثل هذه. الانسان يبعد على التصوير، يبعد عليه، سواء كما قلت لكم سواء تصوير تسجيل صوتي او تسجيل بالصوت والصوره. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.